مكبوت 14 سينطلق إلى كوكب الأمامير. مكبوت 14. عارفة ساعات ربنا بيبارك الناس يديهم عيال حلوة. واحد عنده ابن حلو، فاكرة عيال الكاهن كان عياله ايه؟ لا كانوا أشرار، كانوا أشرار جدا. حتى صموئيل النبي عياله الاثنين برضو ما كانوش حفني كويسين. في الحاس وبعد كده صموئيل النبي برضو عياله كانوا وحشين. بس شاول بقى كان عنده حاجة غريبة قوي، كان عنده ابن حلو قوي كان اسمه يوناثان. يوناثان ده كان ايه؟ طيب كده، وكان جميل قوي قوي. هتعرفي بعد كده، هتعرفها في الحكايات كملتها بعد كده، انه تصاحب على داود جدا. يوناثان ده كان طيب قوي قوي. فايه؟ فراح يوناثان ده لقى الحرب مع الفلسطينيين، فقال ايه؟ تعال نروح قال حامل السلاح بتاعه كده، دايما يبقى هو السلاح بتاعه بقى سيف ورمح واسهم كده، ده يشيل الحاجات وراه. فقال تعالى معايا نروح نشوف الفلسطينيين دول. ده كان يوناثان وداود وحامل السلاح. لا لا، وحامل السلاح بتاعه، حامل السلاح الولد الصبي اللي معاه، حد معاه صغير يعني. فراح قال له تعالى نروح نشوف الفلسطينيين، وقال جمله جميله قوي، قال له ان ليس عند الرب مانع ان يخلص بالقليل او بالكثير. يعني ربنا ما بيفرقش معاه، عدد كتير عدد قليل ربنا يقدر يخلص وينقص. زي مين ربنا خلصهم بعدد قليل؟ جدعون. ايوه برافو عليك. كانوا كام واحد؟ تصفصفوا على 300. 300 برافو عليك. هم كانوا 32 الف في الاول، وقعد تك 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 تك، لما بقوا 300 ربنا ما يفرقش معاه 300 ولا 30 الف. ايه هو ربنا محتاج الناس دي؟ هو ربنا قوي كفايه ان هو ينتصر. وايه اللي حصل مع يوناثان؟ فراح يوناثان دخل هو والحامل السلاح بتاعه ده، وهما الاثنين قتلوا 20 واحد فلسطيني. ياه، هما الاثنين بس؟ واحد يقول لي طب ايه 20 واحد فلسطيني؟ دي حرب يعني بالالافات. لا لا سيبك من اقوياء ومش اقوياء، ايه يعني تفرق 20 واحد؟ اما الجيش فيه مثلا 30 الف، اما يموتوا 20 مش مشكله. يعني هم عددهم قليل. لكن القصه ما كانتش كده، القصه كانت ايه؟ ان ربنا كان عاوز يديهم علامه ان هو ممكن يديهم نصره، حتى لو عددهم قليل ممكن ينتصروا برضه. يوناثان كان عنده ثقه جامده قوي في ربنا، مش زي ابوه. فاكر ابوه اللي حصل لما لقى صموئيل اتاخر؟ قال اقدم الذبيحه ده الدنيا هتخرب. ما كانش متاكد ان ربنا هيقدر يديه النصره، فقال لا يا عم انا هلخبط الدنيا انا ايه. لا بس في فرق كبير قوي بين يوناثان وباباه شاول. يعني حد يوناثان كان بيحب ربنا قوي وعنده ثقه في ربنا. انت عارفه ربنا بيعمل معانا كده كتير قوي، انه مرات احنا يبقى ايه، اقول انا صغير هو انا هعمل حاجه، انا اقدر افرق في الحاجه دي اما اعملها. ساعات عارفه تبقي انت مثلا اصغر واحده في البيت، ويبقى في مشكله في البيت، بابا عنده مشكله في الشغل، ماما عندها مشكله، عندنا عزومه وناس جايه لنا، اقول هو انا هعمل ايه، ده انا صغير. بس انت عارفه انك ممكن تقولي انا مش صغيره، انا صغيره صحيح مقاس كده صغير وعندي سنين قليله، بس ربنا ممكن يستخدمه يخش يعني يصلي. ممكن ربنا بص اسمعيني بس، اقول لك راح ربنا ايه، اقول لربنا يا رب من فضلك خلي ماما تعرف تستعمل الشغل بتاعها، او اروح اقول يا رب بابا عنده مشكله كبيره في شغله، يا رب من فضلك ساعد بابا. يفرق صلاتك، انت صغيره بس صلاتك تفرق معاك جدا، تفرق مع ربنا جدا، تفرق في البيت. اما في بيتي لو كنت صغيره بس قاعده تصلي طول النهار، عماله تصلي يا رب بابا عنده مشكله في شغل، يا رب من فضلك ساعد بابا. ماما تلاقيها مثلا هي محتاسه، بقول لك عندكم مثلا عزومه ولا اخويا عنده امتحان، انا الصغير بس. الايه بتاعت يوناثان كانت بتقول ايه؟ لان ليس عند الرب مانع ان يخلص بالقليل او بالكثير، بالصغير او بالكبير، بالشاطر او مش بالشاطر. هو ربنا شاطر كفايه انه ممكن يخلينا نقدر ايه، يساعدنا ويحل المشكله مهما كنا صغيرين. لو حابين تعرفوا اكتر عن قصتنا النهارده هتلاقوها في الكتاب المقدس في الشاهد اللي قدامكم على الشاشه. اذا كان عندك اي سؤال او استفسار ابعت لنا على الايميل ده. مكبوت 14.